انتصارات حسينيه، انتصارات علويه. هذا منهجنا وهذا خطنا، لن نحيد عنه. سنبقى ندافع عن المقدسات وطغات الزمان في زمان الامام الحسين. كذلك احنا الان في ببركه الله سبحانه وتعالى اعداد المجاهدين كبيره. حقيقه واحد مرات ينظر انه هؤلاء المجاهدين لو كانوا في موجودين في زمن الامام الحسين لما قتل الامام الحسين. لانه لاحظنا الشجاعه العباسيه، لاحظنا الشجاعه العلويه، الشجاعه الحسينيه. وفعلا كل الاخوه بنداء لبيك يا زينب جاءوا الى مدينه السيده زينب وارض السيده زينب وبلاد السيده زينب ودافعوا عن الزينبيات وعن السيده زينب. والى اليوم الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى مقام ومقعد السيده زينب قائم، ونحن ندافع عن الزينبيات. والله سبحانه وتعالى وفقنا ان نفك الحصار عن الكثير من القرى المحاصره من ابناء الفتن وابناء علي والحسين. الله يوفقنا. حساسه اضاعت انفاسه وهم عادي يزيد مو مثل كلمه تضيع انفاسه.